انا الله يخليكم مظلومه، انا بغيت القانون وبغيت الحكومه تاخذ لي حقي. انا راجلي مات هذه 4 سنين، والوايسي كيجيو وكيتهجموا عليا. البارح جاوا لعندي ديك تقولي الدار كامله، ما خلاو لي حتى شي حاجه، وضربوا لي اختي وقطعوا ليها العصب ديال يديها، وبنتي هرسوا ليها من النيفه، وبغاو يجريو عليا من الدار، وانا ما عنديش فين نمشي. الله يخليكم، انا الله يخليكم الا ما وقفوا معايا. السلام عليكم خوتي المغاربه. خوتي المغاربه، انا راني مواطنه بحالي بحال الناس، والعائله ديال راجلي الله يرحمه جاو تهجموا عليا، هرسوا لي الدار، رونوا لي كل شيء، ضربوا لي بنتي، هرسوها من النيفه، اختي قطعوا لها العصب، تكرفصوا علينا كاع بزاف. هاد الناس هادو فين كيسكنوا اللي هجموا عليك؟ واش كاين يسكن معاك في نفس الشقه هنايا؟ لا، كل واحد ديال. لا، كل واحد عنده دار، كل واحد عنده دار. وشنو سبب الخلاف ديالكم؟ بغاو يجريو علينا، بغاو يخرجوني من الدار. يعني يخرجوكم من الدار؟ بغاو يخرجوني من الدار، ما بغاوش يخليونا ساكنين هنايا. قلتي لنا بلا تهجموا عليك وفرعوا الباب ديال الدار ودخلوا عليك حتى لهنايا وتقول الدنيا. والبنت ديالك تهرسات من النيف ديالها، واختك دارت العمليه، بحال اش العمليه اللي دارت؟ تقطعوا لها العصب ديال الصبع عند يديها. احكي لنا، عاودي لنا. ضرب الجاجه ديال الكواريوم جات في يديها، تقطعوا ليها العصب 3 ديال الصبعان، ودابا راها ناعسه في سبيطار محمد الخامس، وانا كنطالب بحقي، كنطالب الحكومه، وكنطالب جلاله الملك والسي الحموشي ياخذوا لي حقي من هاد الناس. هادو راهم ظلموا عليا، وما عندي حد، عندي غير الله وعندي هما، هادشي اللي عندي، عندي حتى شي واحد. انا هاد لوسي هذا ديما كيجي كيضربني مني كان راجلي الله يرحمه هو كيجي يتهجم عليا، وهاد المره هادي جا هو وخوتو، هما 3 ديال الخوت وولد خوهم، واحد فيهم بربعه بيهم جاو تهجموا عليا، ما كيخليونيش نعيش هانيه، ديما مكرفصين عليا، ديما حاقرين عليا، انا ما عندي حد، ما عندي رجال، ما عندي حتى شي واحد. مشينا البارح للكوميساريه، ما سمعوا لي ما والو، خلوني واقفه، سمعوا له غير هو. منين دخلت ما سولنيش البوليسي حتى على شي حاجه، صافي قال لي غير شنو وقع، قلت له تهجموا عليا، قال لي دارهم هذيك، واش ما يجيش ليها، صافي ولا قال لي سني. واش هو كيسكن هنا في هاد الدار؟ لا، ما كيسكنش فيها. يعني ما كيسكنش؟ لا، ما كيسكنش فيها. ومنين مشى للكوميساريه دخل غير هو بوحديته، قال لهم ما كان معاه حتى واحد، وهما كانوا 4. منين جا البوليسي قال لي سني. انا ما قارياش، انا سنيت، صافي قال لي البوليسي سني، سنيت، ما غيمكنليش انا نتجادل مع البوليس ولا شي حاجه، صافي. وهاد السيد هذا راه ساكن في لوزين، وكل واحد فين ساكن، ما ساكنين معايا حتى شي واحد في الدار، واختي اللي مقطعين لها العصب راها باقا لدابا ناعسه، راه يلاه هاد الصباح هذا دارت العمليه وراها باقا ناعسه في سبيطار محمد الخامس، والبنت غدا ان شاء الله عاد غنديها للطبيب ديال القبيبات باش عاد غادي دير عمليه ولا القبص ولا ما عرفتهم شنو غادي يديروا ليها النيفه. كنبغي نوصلوا لجلاله الملك، وكنبغي نوصلوا للسي الحموشي، وكنبغي المخزن ياخذ لي حقي، هادشي اللي كنطالب به. انا ما عندي حد، انا عندي غير الله، ما عندي حتى شي واحد، وكنطالب هادشي هذا المخزن والسي الحموشي وجلاله الملك نصره الله، هادشي اللي بغيت، بغيتهم ياخذوا لي حقي من هاد الناس هادو، وما يجريوش عليا يشردوني للزنقه ويخليوني جالسه في الزنقه، انا ولادي ما عندي حتى شي حد، وما عنديش فين نمشي. انا اللي بغيت نوصل للمخزن هو انني ساكنه انا غير بوحدي في الدار هنايا، ما ساكن معايا حتى شي واحد فيهم غير راهنا، هما كل واحد فين ساكن، شي ساكن في لوزين، شي ساكن في عين سلوقي، كل واحد فين ساكن. مني كان المرحوم الله يرحمه ما كانوش كيقدوا كاع يزيدوا
ما كانوش كيقدوا كاع يتهجموا علينا، مني مات الله يرحمه ولاو مكرفصين علينا كاع، لدرجه انهم فرعوا علينا الباب، حنا لداخل وهما بقاو كيهرسوا في الباب، تفرعوه ودخلوا علينا وما خلاوش لينا هنايا. واختي راها باقا نعسه في السبيطار مسكينه، جات عندي غير ضيفه، جات عندي غير ضيفه، والبنت هرسوا لي ليها نيفها. دابا هاد البنت هادي اللي هي دابا مقطعه على العصبات ديال يديها، الاخت ديالك جات عندك ضيفه كما قلتي، هي والاخ هي والبنت ديالها. اه جاو عندي ضياف هنايا هي وبنتها. وهاد الناس هادو ما كيتواجدوش معاك هنايا في برج مولاي عمر؟ لا ما كيسكنوش معايا هنايا، يعني كيسكنوا بعاد عليك هاد الناس هادو. اه بعاد. شنو كطلبي دابا الشريفه؟ كنطالب انا غير بحقي، هادشي اللي كنطالب به، انا بغيت غير حقي، ما بغيت منهم حتى شي حاجه، بغيت غير حقي، ما باغيه حتى شي حاجه، هادشي اللي بغيت.